معانا دلوقتي تقرير عن شراء كراسات بيع شقق الإسكان الاجتماعي واللي فيها إقبال كبير من الشباب، وفي تيسير من الدولة ووزارة الإسكان لكل هذه الإجراءات. نشوف مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع نكمل كلامنا، لأنه الموضوع ده بيهم ناس كتير قوي وخاصة الشباب. في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن، تم طرح عدد كبير من الوحدات السكنية لمحدود ومتوسط الدخل في العديد من محافظات الجمهورية. الهيئة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بتتولى توزيع وبيع الكراسات اللي طرحتها الدولة في للمواطنين، اتخصص من يوم 1/11 حتى يوم 8/11 لذوي الاحتياجات الخاصة. ابتداء من يوم 2/9/11 اطرحت الكراسات لكافة فئات المواطنين. الكراسات 125,000 وحدة سكنية بينقسموا إلى فئتين، 100,000 وحدة سكنية لمحدود الدخل. الهيئة الدولة بتتقدم بدعم غير مباشر بيتراوح من 190,000 جنيه ل 280,000، مقدم لل 75 متر في بيبقى 12,880 جنيه، شاملة شاملة الدفعة المقدمة وشاملة الرسوم المقررة. لل 90 متر 15,880، شاملة أيضا الدفعة المقدمة وكافة الرسوم المقررة. بالنسبة لمتوسط الدخل بتتراوح الوحدات السكنية لثلاث مساحات، 100 متر و110 متر و120 متر. ثمن الكراسة 190 جنيه شاملة الرسوم. الدفعة المقدمة بما فيها الرسوم المقررة في ال 100 متر و48,440 جنيه. لل 110 متر للدفعة المقدمة 51,440 جنيه شاملة كافة الرسوم المقررة. بالنسبة لل 120 متر 55,440 جنيه شاملة كافة الرسوم المقررة. تسعى هيئة البريد من خلال مكاتبها المنتشرة في جميع المحافظات توفير سبل الراحة على المواطنين للحصول على كراسات الشروط الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة. جهزنا كافة الكراسات بكافة الفئات في المكاتب البريدية المميكنة في المحافظات اللي فيها الوحدات السكنية المطروحة في المشروع دوت. كل التجهيزات، كل بيئة العمل والأماكن انتظار المواطنين سواء خارج المكاتب البريدية أو داخل المكاتب البريدية، كل أدوات العمل ميسرة ومجهزة لاستقبال كافة المواطنين لبيع الكراسات. العميل بيجي يحجز دوره وبيتفضل يدخل قدامنا على الشبابيك، بناخد منه الرقم القومي بتاعه وبنسجل بياناته كاملة، اسم رباعي بالرقم القومي برقم التليفون اللي بتاعه الشخصي، بحيث ان هم يتواصلوا معاه بعد كده صندوق التمويل العقاري. طبعا احنا عاملين الاجراءات الاحترازيه، مسافه مش اقل من متر بين العميل والتاني على الملصقات في الارض، وبندي له الكراسه وبيرجع بعد كده يدفع مقدم الحجز، وممكن يدفعه على طول وهو واقف، لو جاهز معاه بيدفعه على طول، بيستلم الكراسه وبيدفع مقدم الحجز على طول. انا بشكر طبعا الدوله ان هي بتساعدنا وبتدينا شقق محدوده الدخل وبتديها لنا على فترات طويله، وده حاجه فعلا كويسه. وهنا مكتب البريد الدنيا كويسه والحمد لله استلمنا الكراسه وهنقدم. ايمانا من الدوله بترسيخ مبدا العداله الاجتماعيه وتوفير مسكن ملائم لمحدود ومتوسط الدخل، وفرت وزاره الاسكان والمجتمعات العمرانيه اكثر من 120,000 وحده سكنيه داخل 12 محافظه. ايهاب العدوي، 90 دقيقه، قناه المحور. لتفاصيل أكتر معايا على التليفون المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان. مساء الخير يا باشمهندس. ألو. أيوة يا فندم، مساء النور. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. يعني كويس قوي الخبر ده، لأنه ناس كتيرة كانت منتظرة شقق الإسكان الاجتماعي. قولي حضرتك نسب الإقبال لغاية دلوقتي إيه؟ احنا بدأنا من اول الشهر اسبوع لذوي المحدودين القدرات وذوي الاحتياجات الخاصة، وبدأنا من يوم الحد اللي فات في الاسبوع ده بدأ لكل المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة. حاليا لحد النهاردة الحمد لله يعني بنتكلم على حوالي 100,000 كراسة تم سحبها من مكاتب البريد المميكنة. 100,000 يا فندم، 100,000 كراسة تم سحبها من مكاتب البريد المميكنة. ايوه، حوالي 100,000 لحد دلوقتي. وان شاء الله في بيان طبعا بيتجهز علشان نقول عدد كام بالظبط والمصروح والاقبال على جميع المحافظات،
والمشروع في جميع المدن الجديده. مواصفات هذه الشقق يا باشمهندس. فندم احنا عندنا الاعلان فيه مساحات متنوعه، الاسكان الاجتماعي 100,000 واحد ساكنين ان شاء الله، في مساحات 75 متر مربع وفي 90 متر مربع، يعني متشطبه كامله التشطيب، كامله الخدمات، تسليم مفتاح. 25,000 الباقيين لمتوسطي الدخل دي ان شاء الله بامتحانات تبدا من 100 متر لحد 120 متر، وبرده ان شاء الله تكون في 12 مدينه جديده، وان شاء الله تكون برده تشطيب كامل تسليم مفتاح بالكامل. احنا عندنا الاعلان ان شاء الله هيكون التسليم خلال 36 شهر، اللي هو علم المواطن يقدر يسدد حوالي يمكن 10-15% من ثمن الوحده، وبعدين الباقي ان شاء الله بيخش في مبادره التمويل العقاري اللي بيطرحها صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بمبادره البنك المركزي. طب باشمهندس، فكره الاستلام بعد 3 سنين، يعني حضرتك الناس بتقول ان هي بعيده شويه، كان نفسهم يكون الاستلام في فتره اقرب شويه. طب هو بص حضرتك، احنا بنتكلم في عدد كبير جدا، احنا عندنا الاعلان 125,000 وحده سكنيه، وبنغطي جميع محافظات الجمهوريه، يمكن بنغطي 12 مدينه جديده دلوقتي ما بين شرق القاهره وغرب الجيزه. ودخلنا كمان طرح جديد في مدن الدلتا، واضفنا مدن جديده زي العالمين الجديده ورشيد الجديده وجميع مدن الصعيد. فاحنا عندنا مساحات كبيره، وعندنا بنغطيين بكميه كبيره جدا المره دي. احنا ليه مدين فتره من الوقت؟ علشان احنا بنتكلم في مده 3 سنين مش اكتر من كده، اللي هي نقدر ننفذ فيها الكميه دي الكبيره، وفي نفس الوقت نسلم بالعدد الكبير ده، ويكون ان شاء الله متكامل الخدمات. ليه؟ احنا بننفذ مدن جديده، بنمد خطوط مرافق وبنمد طرق وشبكات، وبنشغل الخدمات بالكامل قبل ما المواطن يستلم شقته. ودي ما بتبقاش مده كبيره، لان احنا بنستهدف شريحه معينه، برضو بنتكلم شريحه عمريه، بيكون من اول الشباب سن 21 سنه، بيكون لسه في اول يعني انه يكون اسره، وبيكون الكلام ده كله بيكون يعني على ما بيكون كمل عشان العبء ما يكونش كبير عليه، بيكون ان شاء الله الوحده جاهزه لاستلامها باذن الله. ما فيش اي مشاكل بتكون موجوده في الاستلام؟ يعني ما فيش اي شكاوى ظهرت بتحاولوا تحلوها او مشكلات قابلت الناس؟ باستمرار يا فندم احنا عندنا شكاوي، ده مشروع كبير، مشروع قومي، الدوله بتدعم فيه المواطن بشكل كبير وبكميه كبيره جدا من الوحدات، بوفره كبيره جدا من الوحدات. دايما ما فيش اي مشروع ما فيش مشاكل، لكن الحقيقه احنا عندنا قنوات للتواصل باستمرار مع المواطن، من اول الموقع الالكتروني، البوابه الالكترونيه لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والارقام الساخنه اللي بيتصلوا بيها المواطنين على الصندوق، وصفحه رسميه وزاره الاسكان على السوشيال ميديا موجوده بالكامل، موجوده، وفي فريق عمل متواجد باستمرار لرد على الاستفسارات، وعندنا جهاز خدمه المواطنين في الوزاره وفي مراكز متعدده في جميع المدن، بالاضافه لمنظومه الشكاوي الموحده في مجلس الوزراء. فلما بيكون في اي اشكاليه في التسليم، اي اشكاليه في التشطيب، اي اشكاليه مع في ميعاد تاخير تسليم اعلان، او اي مواطن عنده مشكله في استكمال ورق، وفي اي مشكله بيتواصل فورا مع الكول سنتر، بيحللوا له مشكلته وبيساعدوه وبيوجهوه للاتجاه الصحيح. يعني لسه النهارده قبل ما اكلم حضرتك على طول كان عندنا اشكاليات من النوع ده، ووجهنا الناس للاتجاه الصح، هو مقدم الورق، فبدل ما يقدم الورق قدم ورق حد تاني، او قدم المقدم نقص مبلغ معين، فلما حط الايصال اتحط برقم غلط، فبيتصلوا بينا باستمرار، عندنا تواصل 24 ساعه عشان نحل المواطنين مشاكلهم اثناء التقديم الالكتروني. طبعا الموضوع جديد عشان نمنع التزاحم، فاكيد بيبقى في استفسارات واشكاليات بنحاول نحلها طول الوقت باذن الله. مهندس عمرو، دلوقتي في سؤال الناس عايزه تعرف، ايه المشروع التاسع والعاشر وال11 هيكون تسليم الشقق امتى؟ حضرتك احنا بننزل باستمرار الساده المواطنين اللي بيسالوا، احنا عندنا صفحه رسميه لوزاره الاسكان وصفحه هيئه المجتمعات والصندوق التمويل العقاري والاسكان الاجتماعي، بننزل جدول للتسليمات باستمرار. احنا حاليا شغالين في نهايات الاعلان الثامن، والاعلان الثامن ده كان حوالي 175,000 وحده سكنيه، وقلنا ان يعني الوقت المتوقع لانهاء الاستلام لجميع الحاجزين كنا بنتكلم في حوالي 20,000 حاجز لسه باقيين، قلنا على نهايه العام ان شاء الله، وبالتتابع ان شاء الله شغالين في الاعلان التاسع والعاشر وال11. واحنا نزلنا جداول بالموضوع ده قبل كده، ونزلنا بيه اعلانات، والساده المواطنين تابعونا باستمرار في كل وسائط الميديا والقنوات، واحنا بننزل باستمرار، وفي الجرايد بننزل جداول للتسليمات لكل المواطنين. يعني احنا برضو في النهاية عايزين نعرف من حضرتك التحذيرات للناس اللي ممكن تستلم شقق او تبيعها احنا في هذا الاسكان الاجتماعي، في هذه المشروعات للاسكان. طبعا حضرتك في حاجتين مهمين جدا، اول تحذير انه ما فيش تعامل مع اي حد غير معروف في تسليم الوحدة، ما فيش حد يجيله تليفون من اي حد غير معروف غير لما يتأكد من هويته علشان الاستعلام، ولما يكون في تسليم التسليم بيتم عن طريق الجهه المنوط بها التسليم، ما فيش حد يقول ان انا هساعدك في التسليم وهاخد منك فلوس، ده ممنوع، احنا نزلنا التحذير ده يمكن من حوالي اسبوع.
التعزير الثاني وده شديد جدا جدا جدا، محدش هيتعامل بشكل قانوني بشكل بيع او تصرف او تنازل على وحده الاسكان الاجتماعي، لان ده مشروع بتدعمه الدوله بمبلغ مباشر، ده غير الدعم في ثمن الارض والمرافق اللي بيوصل حوالي 220 الف جنيه في ثمن الوحده وتعويضات المقاولين، بالتالي ممنوع التعامل عليه والبيع او محظور البيع عليه تماما. ولقانون انشاء صندوق الاسكان الاجتماعي في قانون بيحكم الموضوع بيصل الغرامه ل 100 الف جنيه وبيصل للحبس 3 سنوات. فيعني احنا بنحذر جدا للتعامل، اي حد يجي له اي نوع من التعامل او سمسار يقول له انا بايع لك الشقه وبشكل قانوني ممنوع، الموضوع ده ممنوع تماما ومقفول من كل الجهات. نعم. علشان ما يبقاش في اي اتجار في الدعم للمستحقين والدعم يوصل لمستحقينه بشكل مناسب. وعندنا لجان مستمره من جميع الاجهزه بتنزل تعمل فحص بشكل مباشر دايما على الوحدات السكنيه، تتاكد ان الحاجزين هم اللي موجودين او هم اللي مستفيدين وان ما تمش اي بيع. والحقيقه طبعا احنا بننزل تقارير دوريه على الحالات اللي بنمسكها بشكل يومي وضبطيه قضائيه على الحالات اللي بنلاقي فيها اي مخالفه او اتجار او تعامل على الوحده السكنيه المدعمه. بشكر حضرتك مهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان، وزي ما شفتوا انه ما حدش يجي يقول لكم اديني فلوس وانا اخلص لك الشقه، هخلص لك التسليم، هخلص لك ان انت تاخدها قبل الميعاد المقرر ليك، او ان انا ابيعها لك، او خلي بالكوا يا جماعه لانه في المشروعات اللي زي دي ممكن بيظهر ادوات نصب كتيره.